قلعة الوداد. إن كنت ودادي اشترك في القناة وفعل الجرس واضغط إعجاب للفيديو لتتوصل أنت بآخر الفيديوهات ولكي تدعمني وأستمر إن شاء الله بتقديم الجديد. فرجة ممتعة. هذا ما قاله البنزرسي عن مباراته ضد الأهلي. شدد فوز البنزرسي مدرب فريق الوداد الرياضي لكرة القدم على أن فريقه لا يخسى من مباراة الأهلي المصري حال التقيا في ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا. وقال المدرب التونسي فوز البنزرسي في تصريحات لقناة الحدث: لا أخسى مواجهة الأهلي، خاصة أننا نستهدف تحقيق اللقب. خبر صار للبنزرسي في تدريبات الوداد. تلقى فوز البنزرسي المدير الفني لفريق الوداد الرياضي نبأ سعيد قبل مواجهة فريق سريع وضم الأربعاء المقبل بالدوري المغربي في خريبكة. وكانت قائمة فريق الوداد الرياضي الجاهزة لمباراة الوداد المقبلة قد تقلصت إلى 14 لاعب بعد إصابة محمد أوناجم قبل أن يعود للفريق لاعبه الطنزاني سايمون موسوفا. وحل موسوفا بمركب الفريق اليوم قادما من بلاده بعدما خاض آخر مبارتين في تصفيات أمم إفريقيا، آخرها كانت أمام ليبيا حيث سجل هدفا. تأخرت عودة موسوفا بعدما سمح له البنزرسي وإدارة فريق الوداد الرياضي بالبقاء لفترة إضافية في بلده لزيارة أسرته، وكذلك لعدم وجود رحلات جوية مباشرة إلى دار السلام والدار البيضاء. وتمثل عودة موسوفا قوة دفع هائلة لفريق الوداد الرياضي لمكانته الهجومية المتميزة مع الثنائي كل من أيوب الكابي وكذلك مؤيد اللافي، وسجل الثلاثي أكثر من 18 هدف هذا الموسم لناديهم. نهاية الفيديو. دمتم في أمان الله وحفظه. إلى اللقاء.